السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو. نستعرض فيه ترتيب رتب الشرطة الجزائرية، تابعوا معنا. أولا عون شرطة، أجون دي بوليس. ثانيا شارة حافظ الشرطة، بريغادير بوليس. ثالثا حافظ أول للشرطة، بريغادي شيف دو بوليس. رابعا مفتش رئيسي للشرطة، انسبكتور برينسيبال دو بوليس. خامسا ملازم أول للشرطة، ليوتنان دو بوليس. سادسا محافظ الشرطة، كوميسير دو بوليس. سابعا عميد شرطة، كوميسير برينسيبال دو بوليس. ثامنا عميد أول للشرطة، كوميسير ديفيزيونير دو بوليس. وأخيرا أعلى رتبة في الشرطة الجزائرية هي مراقب شرطة، كونترولور دو بوليس.